يا عمر خلاص شيل السماعة، شيلها دلوقتي. عايزة أعرف منك يا عمر علشان نقارن إجاباتك بإجابات مامتك، إيه أكتر لون بتحبه؟ ليد. ليد، برافو. وإيه أكتر كرتون بتحبه؟ تيمو زيلو. خلاص برافو عليك. ومزلزل والكرتون الأحسن اللي عنده أنا حديدة. طيب ومين أكتر فنان بتحبه؟ إبراهيم. هشام. ده صاحبي. ده صاحبك؟ هشام جمال صاحبك اوريدي. طيب يبقى هشام جمال صاحبك، اوكي. طيب وايه اكتر حاجه بتضايق مامتك منك؟ بجننها. خلاص واضح يا عمر ان العلاقه ما بينك وما بين مامتك مضطربه شويه. تحب اغيرها لك؟ لا لف واقعد قدامي. اتفضلي يا مدام عزيزه، قومي معايا حضرتك. حضرتك هتدخلي جوه الاله دي. دي هاي هاي ما جوه. قوم بقى يا عمر ودوس على الزرار. انزل على الزرار الاحمر. ايوه ده، دوس جامد. دوس. ايه ده، انت دوست كم مره؟ انت دوست كم مرة؟ خلاص يا لهوي، ده كده شكلها يتغير خالص. اقعد بقى اما نشوف ايه اللي هيحصل. مش انا قلت لك تدوس مرة واحدة؟ مش عارفة ادوس. دي كده ممكن تبقى واحدة تانية خالص. طب هنعمل ايه؟ هتوحدك. طيب اطلعي يا مدام عزيزة. فين ابني؟ كده تغيرني يا عمر؟ القعدت. ألجع تاني ازاي؟ مش هينفع ألجع، انت اللي غيرت. انت اللي غيرتلي شكلي. لا اخولي. مش انت اللي دوست على الزرار كتير؟ لا اخولي. مش هينفع اخلق خلاص. لا. طيب انا هحاول اغيرها. خد تعالى تعالى نهو. ايه ماما، ايه شفت بقى؟ شفت بقى ماما حبيبتك؟ اللي طنط شيماء قلها قلها شكرا. ايه مبسوط ان ماما رجعت؟ ها؟ ضحكت عليك وعملت فيك مقلب عشان انت كتفتني. انا كمان كتفتك وخدت مامتك منك. ايه اللي انت قاعدة عليه ده؟ ده معرفش. ده هيكون في كده وحاجة. ده جهاز كشف الكذب. ليه ده بقى؟ بتعمل ايه ده بقى؟ اسمك ايه؟ محمد. اسمك ايه؟ لما اروح انا العرب. عندك كم سنة؟ ستة. 8 سنين. حاسه انك مرتاحه ولا حاسه انك خايفه؟ حاسه انا مرتاحه. ايه مرتاحه ولا خايفه؟ خايفه. انت بتحب المدرسه؟ جدا. تحب اصحابك في المدرسه؟ كلهم. مين في المدرسة ما بتحبهوش؟ مثل اللي بتسرق جنبي. بتسرق؟ بتسرق مين؟ تسرق زمزميتي وانا اللي اروح اجيبها. بتحب المدرسة ليه؟ عايزة اطلع حاجة دكتور كده. بتحب المدرسين بتوعك؟ كلهم؟ كلهم؟ تحب تعوم؟ تعمل بيبي في حمام السباحة؟ يا رب. خد نفس كده عميق. خدته؟ وريني كده النفس تاني. اعمل كده.
مرة كمان. مامتك وباباك بيضربوك؟ انت يا محمد عسل وانا بحبك. وعايز اسألك اخر سؤال، انت شايفني ازاي؟ شايفني تخينة ولا شايفني رفيعة؟ لا تخين. قول قول. ها 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 يا رب. فيا. برافو عليك. بص يا حبيبي، انت كسبت. انت عارف انت ايه اللي قاعد عليه ده؟ مش عارف ايه الجهاز ده؟ كهربا. الجهاز اللي انت قاعد عليه ده جهاز كشف الكذب. اسمك ايه؟ اياد اشرف جمال. طف. عندك كام سنة يا اياد؟ 8 سنين. انت حاسس انك مرتاح ولا قلقان؟ ايه مرتاح. قلقان. انت بتحب المدرسة؟ تحب المدرسة ليه؟ ناخد بريك كده. بريك ناكل فيه. تحب الاكل؟ انا كمان. ايه اكتر اكلة بتحبها؟ اللحمة. مامتك بتديك حتة كبيرة ولا بتدي اخواتك حتة اكبر؟ احنا اتنين بناخدها كبيرة. مامتك بتديك حتة بتبقى باصص للحتة اللي في ايد اخوك صح؟ طيب عايزة اعرف في المدرسة البنات هقولك الاسامي بتاعتهم. ماشي. انا عايزة اعرف اسم البنت الوحيدة اللي انت بتحبها. جودي. جودي. ايه اللي بتحس ان هو مميز في جودي عن بقية الطالبات؟ هو عبر عن نفسك. احكي لي. بص انا عايزه تشيل كل الحواجز اللي ما بيننا. جميل. جميله. ايه اجمل حاجه فيها؟ هو كلها. انت قلت لجودي انك بتحبها؟ انت وجودي علاقتكم بدات ازاي؟ هو بس كان في جيج وان اديت هديه. ايه نوع الهدية؟ كانت توك. وانا ما جبتيش توك؟ ايه جبتلي؟ هجيبلك. ماشي. وبعدين بعد ما اديت لها التوك؟ مس كان اسمها ايمان بتاعت العربي. خدني و هي اللي اشتركت ولا امال ايه؟ بس كانوا سقفولي. قولي حاسس انا احلى ولا جودي؟ ما تكذبش. جو انتي. طب جودي ايه؟ انتي انا احلى ولا جودي؟ جودي انتي انا احلى ولا جودي؟ انتي انتو جودي. كده ايه اللي في جودي احلى مني؟ ايه اللي فيها عشان تميزها عني؟ هي لزلوزه زيي؟ لا. هي رفيعه؟ اه. اخر سؤال اساله لك، انا احلى ولا جودي؟ انا احلى ولا جودي؟ جودي.
غني لي أغنية. وحشناه يا رسول الله، يا ستنا شوقنا زاد والله، ومهما طويل الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنا بسقف لك، سقف لنفسك معايا، سقف لنفسك، سقف لنفسك. وانت كسبت عشان بس الاغنيه الحلوه دي. تعالى بقى هتحط. انت بتحبني؟ بصي يا استاذ اشرف، انا عايزه اقول لحضرتك في البدايه انه انا بجد اياد ده هو ولد جميل قوي، صح؟ من اكتر الناس اللي انت لازم تكون فخور بيها. يعني ما شاء الله الذكاء معدي النسبة الطبيعية لكل الأطفال اللي في سنه. إياد، أنا دلوقتي هطلب منك طلب، عايزك تحط السماعات اللي وراك دي، تمام؟ وتستمتع بالمزيكا لحد ما أنا هسأل بابا شوية أسئلة وارجع لك، ماشي؟ ماشي يا حبيبي. عايزة أعرف من حضرتك، إيه الأكلة المفضلة عند إياد؟ إياد بيحب اللحوم جدا. طيب وإيه الأكلة اللي إياد ما بيحبهاش؟ الكوسة. طيب وإيه أكتر أغنية بيحبها؟ تقريبا أغنية إنجليش سباسيتو تقريبا. دي سباسيتو وحافظها؟ شوية، بيقعد يعني مزهقني في البيت بيها خالص. تمام. طيب إحنا دلوقتي هنطلب بقى من إياد، هنصحي إياد. هو نايم. يا إياد. نعم حبيبي. انا ايه اتكلمت مع باباك وشرحت له كل الحاجات اللي انت كانت مضايقاك، عشان انا حسيت ان انا لسان حالك. انا قلت لبابا ان انت بتتعرض لنظريه مؤامره من كل الناس، صح؟ مش انت قلت لي كده يا اياد؟ وقلت لي ان السبب الرئيسي في النظريه دي هو باباك. طبعا فاهم كل حاجه، مش محتاجه اشرح. انا اكتشفت ان باباك بيحب حد في عيلتكم، انا مش عارفه هو مين، بس هو وهو بيتكلم كده معايا قال انه بيحب مازن وشايف ان هو اذكى منك. فمش عارفه، تفتكر دي برضو من المؤامرات؟ صح. صح. طب انت حاسس ان ايه السبب في كده؟ انت شايف ان مازن فعلا اذكى منك؟ لا يعني انا يعني ذكائي يعني زي ذكائه وكده. انتوا الاثنين في نفس المستوى، صح؟ طب تفتكر ليه باباك قال كده؟ أنا بحبه، هما أولاد خالي. هما أولاد خالك؟ هو ما قاليش مين بصراحة. هما أولاد خالك؟ أنت لسه بتحب مازن؟ برغم إنك عرفت إن باباك بيقول كده؟ هاي يا حبيبي؟ طب أنت زعلان من باباك؟ لأ. عارف أنت مش زعلان ليه وبتحبه ليه؟ بتحب مازن ليه؟ عشان انت جميل. وانا هقول لك المفاجاه ان باباك سامع. تحب تقول له ايه يا استاذ اشرف وانت سمعت ابن حضرتك بيتكلم عنك ومنتهى النبل والطهر والبراءه؟ عايز اقول له انت حد جميل جدا، ويعني انت يعني الناس كلها بتحبك والعيله كلها، وعشان كده انت بتحب الناس كلها برضو، محدش بيزعل منك. عايز والله حضرتك هو لو جميل فهو طلع لحضرتك. ميرسي، ربنا يخليك. وانا واخده بالي زي ما قلت حضرتك من بمبة الشعر. من بمبة الشعر. اياد. نعم. على فكره بابا امور قوي، عرفت انت طالع لمين؟ انتوا مروحين على طول؟ لا انا قاعد شويه. لو تحبوا تيجوا تتعشوا الروف عندي كان. تحب حضرتك يا استاذ اشرف؟ مفيش مشكلة. بجد؟ طبعا. خلاص يبقى روح بقى اياد مع ماما. مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. ديدو انت ايه؟ انا بقول احنا ما نقولش لماما عشان ما تزعلش، صح؟ ولا ايه رأيك؟ ما نقولهاش. حبيب بابا. يعني هتخبي على ماما عشان تطبخها معانا، صح؟ عشان نتعشى ماما. انا حاسس احنا هنشيل لك اللحمة. انا حاسس في حاجة حاجة هتتفجر النهاردة. حاجة هتتفجر؟ انت اللي قلتلي ان ماما بتحدف على الطاير، صح؟ الشحن، الشحن، ما تقلقش يا استاذ، ما حكاش حاجة والله. الولد كان كتوم جدا.
كل اسراركم محفوظه الحمد لله. ما هو انا بس و90 مليون ان شاء الله اللي ها ايه ما. انا مش هقول لبابا انك قلت لي ان ماما ايديها طويله، وانا هاخده ان شاء الله هعالجه النهارده وهخففه خالص. ماشي يا حبيبي؟ ماشي. بصي يا حبيبي، انا سالت باباك ايه اكتر اكله بتحبها، قال لي انك بتحب الكوسه، هل ده صح؟ لا. شكرا. سالت باباك ايه اكتر اكله ما بتحبهاش، قال لي الفريخ، هل ده صح؟ إيه لا. شكرا. قلت له ايه اكتر حاجه اياد ممكن لو شافها قدامه يكسرها، قال لي الكمبيوتر، هل ده صح؟ لا. شكرا. سالت باباك ايه اكتر لون بتحبه، قال لي هو كاره لكل الالوان، الولد لو شاف الوان غير الاسود والزيتي بيتعصب، هل ده حقيقي؟ غلط. غلط؟ ليه كده يا استاذ اشرف؟ يا خبر، هو الولد ناقص؟ مش كفايه المؤامرات اللي انتوا عاملينها عليه؟ معلش. كده انتوا جاوبتوا 2 من 22، يعني باباك عارف عنك حاجتين، 22 عارفهم عنك غلط. فيا ريت نحاول نقعد مع بعض ونقضي مع بعض وقت اطول عشان العلاقه تتطور ما بيننا كاي اب طبيعي وابن، تمام؟ ماشي يا ايادي، يلا حبيبي روح بقى لماما، سلم على بابا وبوسه. بوسه بقى، بوسه، قول ربنا يوفقك يا بابا النهارده. هتعشى بقى لوحدي بقى. ماشي. باي باي يا حبيبي، تعال هتبوس. خد بابا في ايدك عشان هو مش تيبي. باي باي.